هذه المينياتور صراحة بدا كيجي الريح المهم حوايجك وكيطلعوا ليك شعرك كلشي ان بو دو تو فريمون جو زوين غزال كيحمق واو من هنايا وبزاف كاين هاد لولاك. المهم هنا عبارة عن تركيا مصغرة يعني ضروري الا جيتي لاسطنبول فضروري تجي دوز هنايا باش تشوف هاد الشيء. الوغ شنو هي مسجد دي فريغي كبير ها هو او مينياتور جميل جدا. هنا داير بحال شو فورم ديال القصر مسرح اسباندوس هذا المسرح شنو مليح كنيسة مريم العذراء هيا سوري في مقاطعة ماردين هذا دير سوميلا في محافظة طرابزون. المهم هادو سي دي مونيمون اللي كاملين كاينين في تركيا سي دي مونيمون هيستوريك. هذا جسر مالاباداي صراحة ترو ترو بو واخا ما كاينش ان غيد صراحة كنت كنتمنى ان يكون ان غيد اللي بقى غادي بينا ويورينا وداكشي مي بون معليش ماشي مشكل فريمون تو بروفيت. هذا مسجد علاء الدين في محافظة قونية هذا ضريح مسجد أويس القرن المرادي المتنورين في محافظة سيريت ضريح الإمام إسماعيل فقير الله والإمام إبراهيم حقي وحادثة الضوء مسجد عيسى بيك في مدينة الشجلوق
هذه كليه سامونجي بابا. المسجد الكبير في محافظة بورصة، هاهو صراحة منظر زوين بزاف بزاف بزاف. الحضارة التركية والحضارة العثمانية راه شي حضارة كبيرة وعريقة، وتبارك الله ما شاء الله. الصراحة كاين ما يدار وكاين ما يتشاف في اسطنبول. هذا ضريح أرطغرل، الناس اللي كيتفرجوا في مسلسل أرطغرل. ها هو دابا راه كاين الريح، مي اللهم الريح ولا الصاد، باغفوا كيضرب الصاد بزاف. اوكي، وحاجه اخرى هذا ضروري تجيو لهاد مينياتور، فريمون توب. الطريح الاخضر في مدينه بورصه، بارك الله اكبر. سوري، هذا المسجد الكبير في محافظة ديار بكر. منظر زوين بزاف بزاف بزاف، يستحق المشاهدة. فريمون اللي جا لإسطنبول فأنا كنصحو يجي المينياتور تورك، جو ريكوموند. الجولة ديالنا كتنتهي هنايا، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. وشكرا، ألي سلامة. Sayın ziyaretçiler, Minyatür Türkiye Parkı'na hoş geldiniz. Parkı gezerken çimlere basın. هذا قصر إسحاق باشا، وقصار هو. الشعب التركي، هاهو.
الله شوف غير اون مينياتور كي داير، ما شاء الله ما شاء الله. مطار أتاتورك